السلام عليكم، أذكركم بموضوع المحاضرة السابقة. شرحنا جداول التعزيز والفروقات بيناتهم، واليوم وعدتكم أن نشرح موضوع العقاب. ماذا نعني بالعقاب؟ هل العقاب معناته الضرب كما يتبادر إلى ذهننا كل ما سمعنا كلمة عقاب؟ هل هنالك أساليب أخرى غير العقاب؟ وهل إن غير الضرب عفوا، وهل إن الضرب وسيلة ممكن نحصل على السلوك المقبول اجتماعيا أو نطفي السلوك غير المقبول؟ إن شاء الله بالدقائق اللاحقة راح نعرف معنى هذه الإجابة على هذه الأسئلة. طبعا العقاب هو إجراء ممكن إحنا نتخذه بعد يعني سلوك يعني يبدر من شخص معين، يعني معناته انه اذا العقاب هو اجراء ياتي بعده يتبع سلوك معين. يمكن ان يعني نعد ان السلوك في بعض الاحيان هنالك بعض الانحرافات السلوكيه تصير عند الطفل. خلينا نبدي من مرحله الطفوله، بمعنى انه الطفل عندما من شرحنا يعني جداول التعزيز والتعزيز، أكيد هو بالتعزيز ممكن نحصل على السلوك، ممكن نطفي سلوك ونقلل حدوث سلوك معين غير مقبول اجتماعيا، لكن بالعقاب أيضا ممكن نحصل على نتائج لو اتبعناه بطريقة علمية. أكيد أنه العقاب هو مو بس الضرب، هنالك أساليب أخرى للعقاب، وهذه الأساليب ممكن تكون علمية، ممكن تكون ممنهجة ضمن العمر الزمني للطفل ونوع الاستجابة ونوع السلوك المقدم من قبل الطفل. إذن هسه احنا عرفنا أنه العقاب هو إجراء أو حدث يتبع سلوك، يعني لازم أكو سلوك وبعدين عقاب. ما ممكن انه ننطي عقاب بدون ان يعني سلوك معين يبدر من الشخص المعين، يعني لازم هنالك سلوك معين يثيرنا حتى ممكن نتخذ اجراء العقاب. ان شاء الله بالمحاضرة اللاحقة راح نشرح اشكال العقاب.